الإمام البخاري سألوه قالوا له كيف حفظت العلم ده كله؟ وصحيح البخاري براو قال انتخبت من كم؟ من 100,000 حديث كلها صحيحة. قال أحفظ 400,000 حديث غير صحيح و 100,000 حديث صحيح اخترت منها صحيح البخاري. ده في قلبه 400,000 نص مليون حديث ما صحيح خدت في قلبه عشان يعرفوا ما صحيح و 100,000 وال 100,000 اختار منها صحيح البخاري. وعلم غير ده غير الحديث عنده علم ثاني حافظ القران بالروايات والتفاسير والفقه غير ده. نحن بنتكلم عن صحيح البخاري بس الجامع المسند الصحيح. فقالوا لي كيف جمعت ده كله جمعته كيف؟ الحفظ ده كيف؟ قال بكثرة النظر أو بإدامة النظر. يعني ده يحفظ لابد شنو؟ لابد يقرأ كثير يكرر الحاجة كثير يقرأها تاني بعدين يقرأها تاني يقرأها تاني يقرأها ما يستسلم أكيد بتنطبع شنو؟ في ذهنه. بل والله مرات تحفظ الحاجة دي وين؟ لو قال لك وين تقول في كتاب كده وقاعدة في الصفحة بالناحية الشمالية في السطر الأول بيجاي بيجاي تكون حافظ حتى شكل الصفحة من كثرة شنو؟ التكرار والمداومة. لكن لا يمكن أنت تقرأ مرة واحدة كده وتقول خلاص أنا حبسته. إن جاء صوفي قال لك شوف هات يا عباد الله احبسه أو توسل آدم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تعرف ترد ولا تعرف أن الحديث ده باطل الموضوع. فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن مسلم الفهري في الرواية الأخرى في الطريقة الآخر. فلازم تداوم النظر.